المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمش نايل. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم ديالين وفي تمام عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد دائما الهمش نايل. الغزالة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بتخسيس الوزن. ان شاء الله غادي نتخلصوا من الوزن الزائد في اسبوع، يعني الوصفه ديال اليوم غادي تخلصنا من الدهون المتراكمه في منطقه البطن والارداف، يعني والجسم ديالنا بصفه عامه في ظرف اسبوع فقط من الاستخدام او لا من الاستعمال المتكرر والمداوم لمده اسبوع بالكامل. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تستافدوا منها قدر المستطاع وتجيكم مزيانه ان شاء الله. وبالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه راهم ساهلين واهلين، بساطين ورخاصين، واهم شيء انهم في متناول الجميع. نبغي نرحب بالبنات ونبغي نرحب بالسيدات، فمرحبا بكم في هذه القناه الا كنت اول مره غتكتشفوا معنا هذه القناه وايضا غتشاهدوا هذا الفيديو، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، وايضا تضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، واي فيديو ان شاء الله نزلته في القناه يجيكم اشعار بانني نزلت فيديو. ايضا نبغي نرحب بتعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، الاسئله ديالكم. الا حتى نتوما عندكم مشروب سحري بغيتوا تبارطاجيوه معنا ولا تقسموه ولا تشاركوه معنا، فمرحبا باي وصفه بخصوص التخلص من الوزن الزائد في قناتي التعليقات. بالنسبه لهذا المشروب هذا البنات كل من جربته غادي تدعي لي لانه مشروب رائع، وحتى البنه ديالو يعني مستحبه عند الجميع، ماشي يعني شي بنه اللي شويه حامضه ولا شويه غير مستحبه. فبسم الله على بركه الله نمشي باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، هذه طريقه تحضيرها وطريقه استخدامها واستعمالها. غير هو الا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو او لا تشاركوه ولا تقسموه مع الحبيبات والصديقات ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا، باش هكذا تعمل فائده للجميع. دونك اول مكون البنات غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه، سنحتاج الى اوراق النعناع الطازجه بهذا الشكل هذا. بالنسبه لاوراق النعناع عندهم فوائد كثيره للبنات بخصوص التخلص من الوزن الزائد، وسنحتاج ايضا الى الزنجبيل بودره او السكينجبير بودره. ممكن تاخذوا البنات سكينجبير اللي كيكون يعني طازج غيكون افضل، لانه دائما الطازج يعني كيكون فريش، كيكون يعني الجوده ديالو عاليه اكثر من البودره. ولكن لما متوفرش عندكم الطازج فاستخدموا غير البودره، لكم حريه الاختيار. بالنسبه للسكينجبير ولا الزنجبيل الطازج طريقه استخدامه هي اننا نبشروا الكميه اللي غتناسبنا ونستخدموه في الوصفه. بالنسبه لثالث مكون معنا في هذه الوصفه هو نصف عصير يعني حامضه، فكتاخذوا اما حامضه تعصروها ولا نصف حامضه، لكم حريه الاختيار وتعصروها. سينو ممكن تاخذوا الحامض تقطعوه شرائح ولا دوائر وتعملوه في هذه الوصفه هذه. بالنسبه لاخر مكون سنحتاج الى الماء العادي، سنحتاج الى 400 مللتر تقريبا من الماء العادي. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه هادي. ندوزو الان لطريقه تحضير الوصفه وطريقه استخدامها واستعمالها ايضا. فغادي ناخذ واحد الكاسرول اللي غادي نعملوها فوق النار، غادي ناخذ كميه ديال السكينجبير المناسبه على حسب كل سيده، فانا هنا غادي نضيف جوج المعالق ديال السكينجبير سواء طازج او لا سكينجبير بودره، وغادي نضيف يعني النعناع اوراق يعني النعناع الطازج، وغادي نضيف سواء عصير حامضه ولا عصير نص حامضه، وفي الاخير غادي نضيف لهم 400 مليلتر من الماء العادي، ماشي الماء المعدني وانما الماء العادي.
وبالنسبه للوصفه بعد ما كتصبح لينا لاغوستات بهذا الشكل هذا، فحنا كنوضعوا هذا الكاسرول فوق نار مهيله لمده 15 دقيقه بين ما غلات الوصفه مزيان، والمفعول ديال كل من سكينجبير سواء طازج ولا بودره اوراق النعناع عصير الحامض طلق المفعول ديالو في الماء، عاد كنطفيو على الكل نخليوه يبرد ونصفيو هذه الوصفه هذه. فهادشي اللي غنمشي ندير انا الان. فغادي ناخذ الكاسرول ونوضعها فوق نار تكون غير مهيله، ما تحاولوش تجهدوا البوطه بزاف، ومن بعد نرجع لكم باش نشرح لكم التفاصيل اكثر باذن الله. وبعد ما كنرفع الكاسرول ديالي من فوق النار كنحاول نخليها تبرد شويه، ومن بعد غادي نصفيو الكل في الصفايه. فبسم الله على بركه الله. وهذا هو المشروب السحري الرائع. كما كتلاحظوا اللون ديالو يعني تغير، لانه المفعول ديال كل من سكينجبير سواء البودره ولا الطازج، ايضا اوراق النعناع الطازجه وعصير الحامض، يعني المفعول ديالهم طلق في الماء وصبح بهذا الشكل هذا. فممكن تضيفوا لهذه الوصفه بعض الشرائح ديال الحامض ويعني تسدوها وتحتفظوا بها في الثلاجه لمده اسبوع. سينو الناس اللي ما كيبغوش الحامض بزاف ما كيبغوش يكثروا منه، فغير عصير الحامض يعني السائل غادي يكفيكم في هذه الوصفه هذه. فبعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا كناخذوا يعني واحد الكوب، سواء يعني كوب صغير ولا كوب كبير، فانا غناخذ هذا الكوب الكبير. هاد الكوب الكبير البنات كنحاولوا نشربوه قبل الفطور، يعني قبل الوجبه ديال الفطور على الريق كنحاولوا نفطروا بهاد الكوب هذا الرائع البنات. يعني النكهه ديال النعناع كتكون حاضره بقوه، حنا السيدات تنحمقوا على النعناع والنكهه ديالو والبنه ديالو، فحاضر البنه ديالو والنكهه ديالو في هاد الوصفه بقوه. يعني ما غاديش تحسوا بالبنه ديال عصير الحامض ولا سكينجبير. فنحاولوا اننا نشربوا هذا الكوب هذا سواء كوب صغير ولا كبير على حسب القدره والاستطاعه ديال كل سيده. فكما قلت لكم كوب قبل الريق، يعني قبل الوجبه ديال الفطور عاد من بعد نفطروا، وكوب سواء كبير ولا صغير على حسب القدره ديال كل سيده قبل الوجبه ديال العشاء، يعني كوبين في اليوم لمده اسبوع بالكامل. بالنسبه لهذه الوصفه ممكن الاحتفاظ بها في الثلاجه لمده اسبوع بالكامل، من بعد كتنتهي الصلاحيه ديالها وكنعاودوا نعملوا وصفه من اول وجديد ونحتفظوا بها لمده اسبوع حتى كنحسوا بالوزن الزائد، يعني مشى وكنحبسوا في الوزن اللي بغينا. ما كنحاولوش نقصوا اكثر من اللازم، وانما كنحاولوا نقصوا في الوزن اللي بغينا حنا نحبسوا وكنحبسوا. بالنسبه لهذه الوصفه رائعه البنات، كونوا متاكدين ما كتخليش الكرش نهائيا، عن تجربه شخصيه غير هو. حاولوا دائما تشربوا كوب يعني على الريق في الوجبه ديال الفطور وكوب قبل الوجبه ديال العشاء، باش هكذا تنجح الوصفه وتعطي مفعول اكبر في مده يعني قصيره، في مده وجيزه، ما تكونش يعني مده طويله بزاف. ففقط يجب استخدام هذه الوصفه يوميا، يعني 7 أيام متتالية ولا على التوالي، باش هكذا تنجح معنا إن شاء الله. ماشي نشربوها نهار ونقدسو أسبوع ما نشربوهاش ونعاودو تاني نشربوها، فأكيد الوصفة ما كتكونش ناجحة، ما كتعطيش يعني الفعالية ديالها للجسم ديالنا. فهادشي اللي كاين البنات، كما قلت لكم ممكن الاحتفاظ بالوصفه لمده اسبوع، نشربوا كوبين في اليوم سواء كوب صغير ولا كوب كبير على حسب القدره والاستطاعه ديال كل حبيبه وكل سيده، والوصفه ناجحه مليون في المية. فقط جربوها وردوا علينا في الكومونتير. البنه ديالها كما قلت لكم يعني مقبوله، يعني مستحبه، النكهه ديال النعناع كتكون حاضره وبقوه. الا ما قدرتوش انكم تشربوا يعني وحاولتوا وجربتوا مرارا وتكرارا، فممكن يعني تضيفوا نصف ملعقة من العسل، ولكن عسل يكون ماشي عسل السكر وإنما عسل النحل الحر، تكون أفضل الوصفة غير باش نحليوها باش تقدروا نتوما تشربوها. سينو إلا قدرتوا تشربوها هكذا غيكون أفضل وأحسن، حتى النتائج غتكون مزيانة للجميع.
فكانت هذه الوصفه ديال اليوم كما لاحظتوا معايا سهله مهله ظريفه وبسيطه ورخيصه، واهم شيء انها في متناول الجميع وانها بدون ريجيم بدون تمارين ما كتخليش نهائيا الكرش والوزن الزائد في اي منطقه موجوده في الجسم. فنتمنى تعجبكم، نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الحبيبات والصديقات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو. بالنسبه للسيدات اللي ما مشتركينش يشتركوا في القناه، يضغطوا على زر الجرس، وايضا يعملوا بيك لايك لهذا الفيديو باش هكذا تزيدوا تشجعوني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه للقناه، وايضا تشاركوا هذا الفيديو مع الحبيبات ديالكم وتخليوا لينا تعليقات ديالكم استفسارات ديالكم اي تساؤل مرحبا به، يعني اي تساؤل ما جاوبتش لكم عليه فممكن تخليوه ليا ان شاء الله نجاوبكم في الفيديوهات القادمه. وموعدي معكم كيتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم، فخليت لكم الراحه والهنا والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.